Salut les gnats, j'espère que vous allez bien, que le cœur n'y est pas cher de la chair, et que vous m'avez toujours fait un vlog à temps, où je n'ai pas de coups, où je غادي نشد الطريق يلا خرجوا من طنجة شادي الطريق ديال مراكش. مهم بغينا نشوف الليل احسن من النهار لان النهار صهد الحرارة وما يمكنش هناك نوريكم معي شدينا الطريق تسعود قسماري. ومن بعد ما وصلنا طلعنا الشنطة لا شامبر هبطنا لتحت كنشوفوا هاد الفيو الغزال الواعر وراه ما يمكنش حال ديال الصهد راه ما تصوروش. هاد لوطيل جا فيه دي بتي فيلات وداير بهم بحال الجنانات وداير بهم سور كبير. عندهم هاد الفطور هذا بلدي هنا كنوريكم لا شامبر ديالي. هادي انا من بعد ما بدلت حوايجي وغادي نخرجوا نحاولوا نستغلوا الفرصه ماشي نجيو نبقاو ناعسين صافي ريكوبيرينا واحد دوز هكاك صافي نخرجوا نشوفوا الدنيا كيفاش دايره. هنا غادي نوريكم الفيو شوفوا كي بحال كيما قلت لكم بحال شي جنانات نمشيو لواحد البلاصه زوينه بزاف وغادي نديكم معايا وغادي نبلوغي لكم تما واحد البلاصه اللي توب توب بزاف وكاين فيها بزاف ديال الفروع في جميع انحاء العالم وكاين حتى في المغرب كاين في مراكش بالضبط. المهم خليكم معايا وانا متاكده غادي يعجبكم اليوم الفلوق. Come on, everybody.
غادي رسولة غير بينا نجينا قبولة غير بينا توجينا فزولة Archimedes.